لمناقشة آخر تطورات الملف السوري معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن النيفي. مرحبا بك أستاذ حسن. هدنة في ريف حماة وإدلب بهذا الوقت بالذات في أي سياق تضعها؟ تحية لكم والأستاذ المشاهدين. حياكم الله. أعتقد ما قيل عن موضوع الهدنة الآن أمر يبدو مبالغ فيه كثيرا، ذلك أن معظم فصائل المعارضة رفضت هذه الهدنة لعلمها المسبق بأن الغاية الأساسية سواء لنظام بشار الأسد أو لخلفائه الروس هي إحراز التقدم واحتلال مزيد من القرى والبلدات. في البداية كان هناك اتفاق على وقف إطلاق النار، صحيح كما أشار تقريركم يستمر 72 ساعة، ولكن للتأكيد أن هذه الهدنة تكون هدنة بالنسبة للأسلحة الثقيلة وفقط في الليل، أي من المساء وحتى الصباح لا يستخدم الطرفان راجمات الصواريخ أو سلاح المدفعية. ولكن أيضا كما جاء في تقريركم أن النظام لم يلتزم بهذه الهدنة كعادته، يعني يكفي أن نذكر هنا أن اتفاق سوتشي الذي أبرم في أيلول من العام 2018 هو في الأساس لم يحترم وبقيت الخروقات مستمرة، هو فقط أوقف الاجتياح لمدينة إدلب، أما خروقات النظام وتمددات الروس فهذه لم تقف. ما يؤكد تماما أن الحل الأمثل لدى النظام وحلفائه الروس هو الحل الأمني، وأما ما يقال عن الهدن والمفاوضات هي لكسب مزيد من الوقت لإعادة انتشار القوات. ويمكن الإشارة في هذا السياق أيضا إلى أن ثمة إرباك أيضا حدث نتيجة خلاف ما بين ميليشيات إيران من جهة والفرقة الرابعة وبين القوات الروسية. طيب، المعارضة السورية قالت أن هدف روسيا من إعلان الهدنة هو يعني يأتي من باب التضليل والخداع، إذا ما الجدوى من وجهة نظرك من الهدنة طالما أنه ليس هناك ضامن؟ طبعا يعني هنا الهدنة ما يرفع شعارها ويروج لها هو الروس، هو نظام بشار الأسد. الغاية من ذلك بالنسبة إليهم هو كما ذكرت كسب المزيد من الوقت والترتيب إعادة الانتشار من جديد على الجبهات، وكما يعني قلت قبل قليل هناك إرباك أو إشكال حدث بين القوات الموالية لإيران يعني ميليشيات إيران والفرقة الرابعة والقوات الروسية، إذ إن الفيلق الخامس والتابع للروس يعتبر شمال حماة هو منطقة نفوذ حيوي له، وربما كان هناك امتعاض من تقدم أو محاولة ميليشيات إيران والفرقة الرابعة التقدم إلى الشمال الحموي مما أحدث ارتباكا بين الطرفين. هذا الارتباك ربما هو ما دفع الروس للطلب من تركيا لتطلب من الفصائل المسلحة القبول بهدنة ولو طيب. لأيام بسيطة. ماذا عن مدينة تل رفعت؟ كيف سيكون رد روسيا إذا ما تم التفاهم عليها من قبل القوى؟ يا سيدي الكريم، يعني دعنا نقول تصحيحا لما جاء في تقريركم بأن منطقة تل رفعت هي تحت النفوذ الروسي وليس تحت النفوذ الأمريكي، يعني أمريكا الآن لا تفاوض الأتراك بشأن تل رفعت، ربما تفاوض الأتراك بشأن مدينة منبج، بشأن شرق الفرات، لأن تلك المناطق هي تحت نفوذها. مدينة تل رفعت بالإضافة لمنة وعين دقنة ومعظم هذه البلدات التي احتلتها قوات البايادين في عام 2016 بتغطية من الروس، هذه تعد تحت النفوذ الروسي. الروس الآن هم الذين يفاوضون، يريدون أن يقايضوا بشمال حماة من خلال وبمقابل تل رفعت وتلك المناطق. طيب، ولكن يبدو أن بعد انحسار مناطق سيطرة المعارضة ومحاولات إعادة تدوير نظام الأسد سياسيا، الآن ما هي الأوراق التي بيد المعارضة؟ يعني أقول على المستوى الميداني او على المستوى العسكري صحيح ان يعني المعارضه قد فقدت معظم الاوراق التي بيديها وبقيت مدينه ادلب. ربما الان ادلب نتيجه غياب الرادع الدولي
قوات النظام تتقدم، الروس يتقدمون، وخاصة أن الموقف الأمريكي هو يعني في تهاون حيال العدوان الروسي، وهذا ما أكده جيمس ديبري في 10 أيار حين صرح لصحيفة الشرق الأوسط بأن لدينا علم بالهجوم الروسي وأن الروس أبلغونا بأن العملية ستكون محدودة. هذا الموقف المتهاون والمتخاذل بحق السوريين ما يوحي أن هناك رضا دولي باجتياح الروس لمدينة إدلب والهيمنة العسكرية للنظام. لكن إذا كانت الغاية هي تحقيق نصر عسكري أي قتل السوريين وتهجيرهم، نقول نعم إن الروس بمساعدة أو بتخاذل المجتمع الدولي يستطيعون فعل ذلك، ولكن هل يستطيعون إحلال حل سياسي في سوريا بمجرد هذا النصر العسكري لميليشيات النظام والروس؟ أقول بوتين الآن على الرغم من تحقيق هذا النصر الذي يتوهمه هو الآن في مأزق شديد، هو الآن في حالة إرباك شديد بأن ما أنجزه عسكريا على الأرض لم ينتهي بحالة من الاستثمار، أي لم يستطع أن يستثمره سياسيا بإيجاد حل سياسي. أعتقد أن الحل هو بيد السوريين بالأصل إن لم يكن هناك حل سياسي. طيب ماذا عن الموقف التركي؟ حذر يعني الأتراك حذروا من كارثة إنسانية في إدلب باعتبارها موجودة على الأرض، أليس بوسع أنقرة اتخاذ موقف أقوى؟ نقول اليوم أنقرة أيضا هي ليست في أفضل حالاتها، يعني منذ العام 2015 فما بعد بدأت تركيا تفقد أوراق القوة بالنسبة لي، وهذا نتيجة الخطأ. يعني تركيا لم تبادر حينما كانت الفرصة مواتية قبل العام 2015 لتفرض ما تريد، ولكن الآن يبدو أنها نتيجة أكثر من سبب، يعني فضلا عن الأسباب الداخلية التي تمر بها سواء الأسباب الاقتصادية أو السياسية، الآن هناك طرفان ضاغطان، الأمريكان من جهة والروس من جهة أخرى، ولا نتوهم بأن العلاقات الروسية مع تركيا هي علاقات على ما يرام، بل هناك أكثر من خلاف. تسعى روسيا من خلال السيطرة، يعني إن استطاعت روسيا السيطرة على مدينة إدلب تكون قد جردت تركيا من كامل أوراقها في الملف السوري. أعتقد أن الموقف التركي بمفرده لن يستطيع ردع العدوان الروسي إن لم يقترن بموقف دولي وخاصة موقف أمريكي. الباحث السياسي الأستاذ حسن النيفي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.